عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذه المره نط بطلب كبير من الناس اللي عندي في الانستغرام، حيت راه واخا نبان لكم غبره في اليوتيوب راني حاضره وبقوه في الانستغرام. ديما الناس متبعين معايا لي ستوري ديالي، ديما كنتعاودوا ديما كنتحتوا، غير هو اليوتيوب معاك ياخذ ليا شويه ديال الوقت، نسيتو شي شويه. بزاف رمضان هكا معاك كنفيق، يلاه يلاه الكوزينه دخل هنا جري من هنا، ما كنلوحش عليا الزيت دونك ما كنصورش فيديو. ولكن اليوم قلت ضروري نوض لانه كثروا عليا الطلبات في الانستغرام، حيت الناس كلهم عارفيني. مؤخرا كنتهلا في راسي بزاف، كنجرب بزاف الحوايج جدادين، كاين حوايج كيعجبوني كنقولهم ليهم، حوايج ما كيعجبونيش ما كنقولهمش ليهم. وكاينه فئه كبيره من الناس تمايا اللي بغاو فيديو في يوتيوب باش هكا يبقى ديما يبقاو يدخلوا يشوفوا فيه باش حيت لي ستوري كيمشيو. غادي نوريكم وصفه لتكتيف الشعر، غادي نوريكم تبريمه تخليطه شنو كنزيد معها، التبريمه شنو كنزيد معها كتخرج له وسخ مزيان. وغادي نوريكم هكا واحد القماش خديته مؤخرا، خطير واعر، ما غنمشي من هنا حتى غنعاود. اصلا ساليت البوطه الاولى وكومونديت البوطه الثانيه هي اللي غنبدا نستعمل دابا، وما غنمشي لتركيا ما غنرجع حتى غنكوموندي منه شي جوج ولا ثلاثه نديو معايا باش يبقى عندي هكا الريزيرف. يلا نبداو باول حاجه هي نصاوبو السبراي ديال الشعر، وغادي نوريكم ان شاء الله كيفاش نستعملوه وشنو ديرو. هاد الفيديو كله راحة من البدايه ديالو حتى الاخر، غتحسوا بالراحه. خديت هنايا بريقات ديال الزاج باش يبان لكم المحلول بالضبط كيفاش داير. خديت هنا اكليل الجبل اللي عزيز، ما خديتوش يابس، فرقت لي الوريقات ديالو وحطيتهم وسط البريق. كنزيد عليه ورق الرند او ما نسميه بورق موسى، كنقسمو حتى هو ثلاثه الوريقات وكنزيدهم على اليازيره وكليل الجبل. من بعد كنزيد السانوج الحبه السوداء، يعني عباره هكا معلقه نص معلقه صغيره. من بعد كنزيد القرنفل، نتوما عارفين هاد المكونات كلهم الفعاليه ديالهم في الشعر وفي التكثيف ديالو شي حاجه واعره، تخيلوا تخلطوهم كاملين وترشوهم شعركم فريمون كاينه نتيجه، ولكن خصو الدوام ضروري ضروري من الدوام. من بعد كنزيد عليه الماء طايب مغلي وكنخليه شويه تطلق فيه واحد شويه كي كتلون هكا اخضر. من بعد كنخليه يغلي هكا واحد 5 دقائق حتى كيولي لونه بحال هكا. من بعد كنجيب سبراي، انا متوفر عندي غير هاد صغيره، الا كانت وحده كبيره غيكون احسن. كنعمر هادي ونعمر قريعه نخليها في الثلاجه هادشي كامل اللي قلت لكم. هاد المحلول هذا خليوه في الثلاجه، بداو تجبدوه ترشوه لشعركم في الليل ولا قبل الدوش ولا من بعد الدوش، ما كيهمش اصلا ريحته زوينه، وتماصيو به شعركم تمشطوه عاد تنعسوا. ايوا دابا غادي ندوزو للتبريمه. هنا التبريمه عندي انا صراحه جاهزه، كندير منها هكا قيمه ديال المعلقه ومعلقه كبيره يمكن ومعلقه صغيره هكا ديال الصابون البلدي، وكنزيد عليه كليم الجليسيرين اللي كلنا عارفين الفعاليه ديالو. هنا انا كنت مخلطاه ديجا مع فيتامين سي، زدت هكا معلقه صغيره والحامض بيان سيغ، حنا المغربيات كلنا عارفين الحامض مع التبريمه كيفاش كيجي وكيفاش كيخرج له سخوي يحيد دوك البقع الداكنه اللي عندنا في الجسم ديالنا، شي حاجه واو. يعني ضروري ضروري ما تخلطوا بالحامض، انا هنايا درت حامضه وحده باش خلطت هذاك الخليط كامل. حتى كتولي لا تيكستور ديالو دايره بحال هكا ثقيله. ايوا دابا اجي نقول لكم على هاد فيمينيتي سيكريت، هاد القماج اللي قاديته عاود شريت واحد اخر وغنديه معايا مازال نعاود نكوموندي. كيجي كتجي هي قام هكا فيها كريم ايدغاتونت من بعد الدوش كتستعملوها، وفيها قماج ديال الفم وفيها بوما ليفغ بحال هكا. شي حاجه واعره خصوصا داك القماج اللي فيه، واو. انا نوريكم كيفاش كيتستعمل. وندوزو دابا للوجه ديالنا، غندير قيمه معلقه كبيره ديال الحليب بودره ومعلقه كبيره اخرى ولا صغيره ديال الحليب
هذا ديال النشا، وكنزيد عليهم درن مسوس. هذا كيبرد الوجه وكيصفي وكيعطي واحد النضاره خياليه جدا. بالنسبه للناس اللي باغيين يجربوا هذا الشيء قبل العيد، صراحة اش غنقول لكم، بغيتوا وجهكم يكون فيه النضارة ديروا هادي وغسلوها وعد فيقوا الصباح العيد. من بعد كنجي نسخن الدوش ديالي بهاد الإيبة الكهربائية، وكنحل الماء طايب. كنعاود نقولها طايب، باش كيسخن الحمام كيولي بحال الصبا، يعني حيت انا ما عنديش مع نمشي الحمام بزاف، ووسط الدوش كنخلق اجواء ديال الحمام وكيخرج له وسخ مزيان بحال مشيتي للحمام. كنحل الماء هكا سخون، داك البخار ديالو كيبدا يطلع في الحمام مزيان، وكنزيد عليه الورد، كنحط الشميعات، كندير الاجواء تهلا في راسي. من بعد كنجيب التبريمه، التبريمه هكا كديروا على لحمكم كامل، كتخليوها شي 10 دقائق ولا 15 دقيقه، من بعد كتغسلوها مزيان وكتحكوا بالكيس. من بعد ما كتحيدوا الشعر ديال الجسم ديالكم، كتجيبوا هذا القماش، هذا ها هو كيفاش كيتخدم. كتاخذوا شويه منه، شويه هو راه كنستعمل انا كره واحده للجسم ديالي كامل، كنا ناخذ منها شويه هكا غير باش نوريكم. كديروها شويه مع الماء، كتخدموها في يديكم، عاد كديروها للجسم ديالكم وكتقوميو هذاك جسم الدجاج اللي كان عندكم ما غاديش يبقى، تيقوا بيه ما يبقاش، حيتاش ضروري خاص الترطيب، وهذا كيرطب وفي نفس الوقت كيقومي مزيان، يعني ما تخيلوش الفعاليه ديالو، الريحه اللي كيخلي واو، انا بدا عجبني وقلت ضروري نبارطاجيه معكم. انا خلي لكم اليان ديالو لتحت في صندوق الوصف ولا في اول كومونتير الا بغيتو تاخذوا لاغام، راه دايرين فيها تخفيض دابا كاين في رمضان. من بعد كنستعمل جيل دوش ديالي بريحه الفريز، او كنخرج فريشكا. من بعد الله على راحه في الفيديو، الله شوف بان عليا الحمام. كنجيب الكريم ايدغاتانت، المهم كنكون ديجا انا رطبت بها الجسم ديالي كامل، بغيت غير نوريكم المفعول ديالها هكا كيفاش كتخلي الجلد رطب بزاف. ومن بعد ندوز للوجه، كندير اي غاسول يعني كيوافق وجهكم. انا باقا كنجرب في واحد الغاسول وما بغيتش نهضر عليه دابا حتى نشوف الفعاليه تكون كبيره عليه. من بعد كنغسل وجهي مزيان و كنشف وجهي حدايا وحده وحده، ومن تنشيف الوجه ضروري هكا غير تطبطبوا على سميتو على وجهكم، ماشي تجروا حيت كيدير من بعد مع الوقت تجاعيد، وانا وصيتكم. من بعد كنجيب الماسك اللي خلطته ديال النيدو وداكشي، لقيت راسي ديجا درت النص ديال وجهي وما صورتش الفيديو، شدني الفقصه، لقيت راسي ما دايرش بلاي. ايوا كنديرو هكا على وجهي ونخليه حتى ينشف. ايوا وانا كنتسنى واحد 15-20 دقيقه بين ما نشف كنشرب الماء. ضروري الماء ضروري. هنايا كنبان كنشرب بيدي اليسرى، ولكن مع المرايه كنشرب باليد اليمنى، تعرفوهم الخاتم. ايوا كنستعمل هاد القماش ديالي اللي خاطر، كيخلي واحد اللون زوين، كنقومي به مزيان وجيبي لما نشف داك الماسك. وبغيت نعاود نرجع لكم القضيه ديال الماء. الماء حاجه مهمه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني الماء ضروري تشربوه القله واحد 3 لتر، انا ما كنتش كنشربه، ومؤخرا وليت درت تحدي مع راسي وليت كنشربه. في الاول ما قدرتش كندزوه ولكن ولفت عليه. من بعد كنمسح وجهي وكناخذ فيتامين سي هكا كنديروه تحت من في السيرم ديالي تحت من عينيا، كنمصيها هكا مزيان تنحس تحت عينيا شربو. وكنجيب هكا اي كريم ايدغاتانت كتوافقكم، انا دابا حاليا كنستعمل نيفيا، غادي نديرها وكثري ما تستخسريش اختي في نفسك، لانه غير الليل وتنسي باش البشره ديالك تستافد من داك الكريم اللي دايراه مزيان. وما تنساوش منطقه الرقبه مهمه بزاف، كاين اللي كيدير وجهه وينسى الرقبه ديالو، انا راه داك الماسك ما درتوش في الرقبه ديالي حيت كنصور فيديو. ايوا من بعد هكا كنحاول ندخل داك الكريم ايدغاتونت هكا بالماساج. هاد الماساج كنشوف الكوريين بزاف كيديروه، النهار بديت كنديرو بدا كيبان ليا فرق في البشره ديالي، يعني الماساج مهم بزاف 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 بزاف.
من بعد كندير هكا البوم ليف غنرطب حتى الشفايف ديالنا ما نساوهمش. ايوا باقي هذا ديال ايديا، الروتين ديال ايدي ورجلي غنصوروا لكم ان شاء الله من بعد. والله على راحه، الله على راحه، ونوضوا تنتمايا تهلاو فراسكم، راه ما يدوم لكم عوجهكم. ايوا الململ ما كنوصيكم، ونعاود الماء كلشي من الماء. ايوا الا كان عجبكم بحال الفيديو هذا بصح تقولوها ليا في لي كومونتير، وديروا سبسكرايب وتخليوا ليا لايك، ونتلاقاو في فيديو جاي. بسلامه، كنبغيكم بزاف، باي باي.